حلقات بلا حدود مع أمينة العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا مستمعين الكرام بكل أنحاء هذه الديرة الطيبة. رح أكون متواصلة معاكم على مدار أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى مدى ساعة كاملة مثل هالحزة من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. بالنسبة ليوم الأربعاء، مثل كل أربعاء بيطلع علينا المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق حمود الإبراهيم، واليوم الدكتور طارق رح يتطرق لموضوع التحقيق العمالي بين التعسف والعصيان. أكيد موضوع مهم زي كذا، إحنا طبعا بانتظار تفاعلكم وتواصلكم معنا، فأبدأ من الآن علشان أقدر أني أقرأ كل بالذات الاسمسز اللي راح تدزونا على أرقامنا المعتادة عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 84 7700، موبايلي 640660، زين 7462622، خط هاتفنا راح يكون على 012-61-61-100، وأيضا صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @هلفهلفهفأم وآت THI1392 اللي هو أكونت الدكتور طارق، وأيضا أتمين العبدالله A3M4E. مساك الله بالخير دكتور طارق، حياك الله معي. مساك الله بالنور، مساك الله بالنور أستاذ أمير. التحقيق العمالي صح؟ نعم. إيش نقصد بالتحقيق العمالي أول شيء؟ التحقيق طيب، العمالي واضح اللي هو يختص بالنظام العمل. بالنظام العمل. لكن خلينا نشوف التحقيق إيش هو. التحقيق هو الوسيلة اللي تظهر بها الحقائق، تظهر بها الأمور اللي حصلت. صحيح. ويتمكن العامل فيها من إبداء جميع أقواله ودفوعه. إحنا الآن ثبت مثلاً العامل هذا غاب 5 أو 6 أيام. ممكن لما نحقق معاه يظهر لنا إنه غاب عذر طبي، يظهر لنا إنه كان حاضر بس النظام ما قام بتسجيله. لأن هو بنتيح له الفرصة للدفاع عن نفسه وإبداء أقواله. حلو. فإحنا بنقصد التحقيق العمالي من هذا الباب، الوسيلة اللي من خلالها الشركة تتأكد من وقوع الحقائق وتترك للعامل الفرصة للدفاع عن نفسه. طيب. وإبداء أقواله. حلو. أنت قلت هو التحقيق اللي بنشوف مشكلة صارت في ما بين موظفين اثنين أو موظف ورئيس، وتفر شنو مكان التحقيق؟ نعم. هذا نعم. لكن ساعات دكتور طارق التحقيق بيكون شفوي، هل يعني لازم يكون مكتوب؟ لا أو لا ممكن لا لا التحقيق لا. يكون شفوي أو أول نقطة اللي نتكلم عليها اليوم كان شفوي. أول نقطة نتكلم عليها اليوم إنه يستحيل على الشركة أن توقع أي جزاء على العامل ما لم يكن هناك تحقيق مكتوب. لازم يكون مكتوب، لازم يكون في تحقيق مكتوب. التحقيق الشفوي في زي موضوع لفت النظر او الانذار الاول ممكن نكتفي بالتحقيق، والتحقيق هذا كمان اللي يصير شفوي بين الشركه والعامل لازم يكتب الرئيس او رئيس المشرف يعني على الموظف يكتب اللي صار ويودعه في ملف العامل. حلو. اي حاجه غير كذا فيها خصم، فيها انذار ثاني، فيها عقوبات اضافيه، فيها فصل، يجب ان يحقق مع العامل تحقيق مكتوب يوقع عليه العامل بخط يده. حلو. يعني مو انهم هم يكتبوا ويسووا كل شيء، انا مرت علي الشركات هم بيكتبوا ويسووا كل شيء والعامل ما له توقيع. طيب ساعات يعني هذه يمكن يثبت نفسه فيها، بس ساعات يعني عارف دكتور طارق مثلا بيجيك وارنينج ليتر او مثلا انذار على ايميلك وما حد سالك اساسا. هذا باطل، ما حد صارت مشكله مباشر او مباشر. كلام انطلع ترى احنا بنتكلم يعني. ترى اليوم احنا بنتكلم في موضوع جدا جدا مهم بالضبط، او ينسحب منك مهام مثلا خلينا نقول. ترى هذا باطل، لحظه، الانذار هذا اللي بيجي بدون التحقيق هذا اجراء باطل نظاما. ترى لا يعني شيء. حلو. لا يعني شيء تماما، يجب انه يحقق معه الا اذا قبلوا العامل، هذا موضوع ثاني. يعني طيب. انا بحقق معه بقول انا شفويا قلت انا مديك انذار، حلو، وقع عليه وتعهد انه ما يكرر المخالفه مره ثانيه. حلو. خلاص هذه في الحاله دي ما نحتاج شيء مكتوب، لانه وافق هو ولانه وافق. طيب. إيه. حتى لو سحبوا منه مهام وظيفيه مثلا كانت من اذا كانت عقوبه لا لازم يتحقق معه اذا لازم. كان سحب المهام هذه لا بناء على عقوبه بدون يعني بس انذار مثلا على الايميل وسحبوا منه هذه لا المهام. هذا الشيء ما حيصير، هذا الشيء مو نظامي، لانه سحب المهام هذه بينقص من مرتبه الموظف. يجب أن يكون في عمله يعني من صلاحياته وعنده وصف وظيفي معين يقوم بكافة مهامه، عنده مشكلة معه لازم يحققون معه. لا لازم في آخر التحقيق سؤال، دائما نشوفه في الأفلام ونشوف، ترى بس السؤال هذا جوهري جدا، هل لديك أقوال أخرى؟ يجب أن أتيح له فرصة أنه يبدي جميع أقواله بدون خوف بدون ضغط عليه. هذه فرصة العامل، يعني عادة لما نستدعي عامل موظف للتحقيق، أنا لي 22 سنة شغال في الباب ده، نعم،
يجي الموظف خايف للتحقيق. يا أخي أنا بقول له هذه وسيلة دفاعك. بالضبط. أنت يجب أنك تكون حريص عليها حرص مني. ولا أنهم يأخذون قرار وما يدري. أنا ليش سألتك السؤال هذا دكتور طارق؟ نعم. لأن ممكن يعني في يعني شركات مثلا بالذات الكبيرة اللي بيكون فيها مثلا بيع وشراء، فلوس داخلة فلوس خارجة. نعم. ممكن يكون في موظف نزيه جدا يعني ما بيرضى على أشياء أنها ترتكب. نعم. فيقومون يعطونا إنذار إنذارين ثلاثة بس علشان يسحبوا منا المهام هذه، بحيث أن يصير في إجراءات إن نقدر إن ها إن يعني مع عشان كده قلنا يعني لا أنا فاهم، هم بيبدوا يعطون الإنذارات عشان يظهرون إنه مو كفؤ. أيوة فيسحبوا منا وبالتالي نسحب منهم مهام. أيوة هو مستقعد لهم. طيب هذا إحنا في الحالة هي إحنا ما نبغى نقول، وهذا مو إحنا قلنا بين التعسف والعصيان. بالضبط. الشركة المفروض إن تكون الوسيلة هذه عندها وسيلة لإظهار الحقيقة، مو لهانة الموظف وبث الرعب في قلبه. والموظف يجب أن يعلم أن هذه وسيلة دفاع له، يجب أن يكون حريص عليها، فما يعصي الأوامر الصادرة له بالتحقيق. يجب أن يحضر وأن يبين أقواله كلها، لا سيما أنه في وقت العمل. صحيح. يعني ما يجوز يحقون معه برا وقت العمل. نعم. رح نطلع فاصل سريع جدا، لك رح نرجع نواصل معك مستمعين الكرام. مثل ما قلتكم المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق، اليوم موضوعنا جدا مهم، لأن اليوم بنتكلم عن بالذات الأشخاص اللي كان في يعني فصل تعسفي أو في عصيان. اليوم بنتكلم عن موضوع التحقيق العمالي بين التعسف والعصيان. إذا تعرضتوا لهذه المشكلة أو تعرضتوا لأي مشكلة ثانية حابين تطرحونها على ضيفنا اليوم عبر الاس ام اس مشتركين الاس تي سي، راح تكونون على 8477700 اس تي سي 8477700، يدزونا مشكلتكم أو اسمكم ناخذكم مشاركة هاتفية. وأيضا مشتركين موبايلي راح تكونون على 640660 7462 62. وبالنسبة لخط هاتفنا اللي راح نستقبل عليه المشاركات الهاتفية 012-61-61-100. وأيضا شاركونا بكل أسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا بتويتر على @LFFM والدكتور طارق وأتمينة العبدالله A3M4E. طاقات بلا حدود مع أمينة العبدالله. خلينا أسألك سؤال بعد دكتور طارق، اللي مثلا خلينا نقول صلوم من الدوام أو من العمل بحجة إنه ارتكب مخالفات. نعم. وكان عليها شهود، لكن بالحقيقة يعني هم جايبين مرتب الموضوع مثل ما قلت. نعم. في البداية. نعم. لكن بالواقع هم ما حققوا معه بالأساس، باطل. والإجراء حتى لو جابوا شهود، لو جابوا 20 شاهد ورحت اشتكيت مكتب العمل ما حققوا معي، لازم يوقع التوقيع. لا هو لازم أول شيء بان نعرف الخطوات الشيء. الشركة لازم تستدعي الموظف للتحقيق خلال 30 يوم من تاريخ علم الشركة بالمخالفة. لازم كيف؟ لازم تستدعي الموظف للتحقيق. أوكي. خلال 30 يوم من علم الشركة بالمخالفة. حلو. إذا يعني عندها شهر كامل، عندها شهر تستدعي. حلو. انتهى الشهر هذا ما استدعته، إذن المخالفة كأن لم تكن. أوه. طيب حققت معه، استمر التحقيق شهر أو اثنين أو ثلاثة وقفلوا التحقيق، عندها شهر كمان عشان تصدر فيه العقوبة. لو عدى شهر بعد قفل التحقيق ما صدروا العقوبة، يعتبر المخالفة كأن لم تكن. كأن لم تكن. فإذا لازم يتحقق معه، لازم. لا لازم، لأن ساعات بتصير مخالفات. بس والله شوفي هذه مليانة في النظام، المادة 69 والمادة 70 والمادة 71 والمادة 80 كلها بتبين إنه العامل إذا ما تحقق معه في الإجراء اللي وقع عليه باطل، طبعا ما لم يوافق هو. ما لم يوافق. طيب لو ارتكب العامل خلينا نقول مخالفة وأول السنة، متى المفروض إنهم يحققون معه أو متى يقدرون إنهم يحققون معه؟ أي لنفترض إنه المخالفة هذه مثلا غاب يوم 5/1 مثلا. طيب لازم يحققون معه قبل 5/2. ليش؟ أيوة لأنه ما أجعل المخالفة سيف على رقبة العامل. يعني أجي أحقق معه في مخالفة قبل سنتين أو قبل 3 سنين. لا، أنا عندي مدد لازم أحقق معه فيها، ترى المدد دي محترمة. هذه يعني تشكر عليها دكتور طارق، أول مرة يعني نعرف إن أي المخالفة ليست سيف على رقبة العامل، على رب العمل إنه يأخذ حقه من العامل في وقت ارتكاب المخالفة. اللي بيصير إيش؟ اللي بيصير إنه يقول لك إيش، أنا لم المخالفات بعد سنة أو سنتين أجي أحقق معه فيها كلها. لا. طيب أنا بقول لك على شيء، واحد حققنا معه مثلا وطلعنا عليه إنذار ثاني مثلا أو خصم أو حصل عليه خصم، مرت 6 شهور 180 يوم ما ارتكب المخالفة دي، خلاص يعتبر الإنذار أصلا كأن لم يكن. يعني لو ارتكب المخالفة بعد 6 شهور، بعد 6 شهور من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، كأنه ارتكبها أول مرة. حلو، لان في المدد يعني محترمه. حلو. ايوه لان في بعض الموظفين مثلا صار في مخالفه او مشاكل ما بينه وما بين الشركه، هم زي ما قلت ماسكين عليه شغلات. نعم. معينه
لكنه فصل، قالوا يلا خلاص خلي راح فصل ارتحنا منه. ولما ينضم لشركة ثانية بتلاقي ان الشركة الاولى ترجع ترفع قضية على الموظف. هذه ممكن يكون العملية انه فيها شرط عدم المنافسة، يعني كان في عقده شرط عدم المنافسة فهذا خل فيها. لكن انا بديك على شيء ثاني، ممكن المخالفة تصير ولا تعلم الشركة عنها الا بعد سنة او سنتين او احيانا بعد ما يمشي الموظف يحق لهم هنا يشتكوني يحققوا معك، اللي هي زي خيانة الامانة. يعني الموظف هذا خان الأمانة، شال فلوس من الشركة بالضبط وتلعب في الأوراق. بعد ما مشي اكتشفت الشركة أنه هذا الشخص خاين. إذن في هذه الحالة من وقت علمها بالمخالفة تبدأ المدة نحسب المدة. لكن المدة كم قلت أنت دكتور؟ شهر 30 يوم من تاريخ علم المخالفة. ما اشتكوني خلال شهر معناته راح حقهم الشركة. أيوة في الناحية العمالية. ولكن لو افترضنا في موضوع خيانة الأمانة يبقى في حقين آخرين، اللي هم الحق العام وفي الحق الخاص، الفلوس حق الشركة اللي نأخذها تطلب أن نرجعها. نعم. لكن التحقيق العمالي له مدد ما نقدر نجاوزها. وحكاية المنافسة اللي قلت عنها يعني مثلا موظف عندي بيشتغل شغلة ما هي موجودة مثلا عند أي لا أنا بقول لك على شيء تشركة منافسية. أن باللحظة أن النظام تكلم عن الجزئية دي بوضوح، قال يجب أن الموظف اللي أنا أمنعه لازم أحدد له المكان اللي منع فيه والمدة، بحيث أنه ما تزيد المدة عن 24 شهر. ومين هو الموظف ده؟ الموظف اللي هو على علم بعملاء الشركة وبسياستها. يعني ما أجي الواحد حق شاي وقهوة أو معقب أو محاسب بسيط أو من أجي أقول له شرط عدم منافسة. طيب هذا مو منطقي. طب في أحد الشركات لا لأنه يجب أن يكون له وظيفة قيادية. طيب ممكن مثلا يعني أنت يعني الوظائف اللي قلتها مثلا في وظيفة معينة يوقعوا لك مثلا الموظف أن مثلا إذا استقلت من عندي مدة سنتين ما تشتغل في شركة ثانية. أنا بسألك سؤال، موظف يشتغل صراف في بنك بالهدف فين يشتغل؟ إلا في بنك ثاني بالضبط. طب بس أنا وقعت ما أبغى أشتغل. ما هو في الحالة دي ما حيكون يعني من حقهم، حتى لو اشتكوا هم يرونه من حقهم الشكوى. من حق الموظف يدفع إنه أنا ماني إنسان مطلع على سياسات الشركة، أنا موظف صراف في بنك سين. يعني هذا قطع رزاق نعم. لكن أنا أختلف في الوضع تماما لما يكون الموظف هذا مدير المالية، لما يكون الموظف هذا مدير الشؤون القانونية، لما يكون الموظف هذا مدير عام الموارد البشرية، حلو، مدير عام المبيعات، هذول الموظف وظائف قيادية، انتقاله للمنافس هو نحر للشركة الأم اللي كان فيها، لأنه طالع بسياسة الشركة وبخططها كلها. عشان كذا أنا أقول لك يعني بعضهم يحطون سياسة. طيب أنا بقول لك على قصة حصلت معنا، حصلت في واحدة من الشركات. الشركة ألف عندها مدير منطقة في المملكة كان جدا رائع، يعني مدمر المنافسين كلهم. طيب الشركة المنافسة إيش سوت؟ قدمت لمدير المنطقة هذا عرض بمبلغ مهول، يعني يصل إلى 100% من الأجر اللي بياخذه. طبعا هو عينه انعمت من قدام المبلغ الضخم هذا، فقدم استقالته من الشركة الأولى وما قال لهم أنا فين رايح، والتحق بالشركة الثانية. الشركة الثانية لما وظفوه كان في فترة الاختبار منصوص عليها في العقد. بالضبط. تصدق إنهم وظفوه شهر واحد وفصلوه؟ أوف. عشان يحرقون الموظف ده. عشان يحرقون. طبعًا ما عنده طيب. وجه يرجع للشركة الأولى. أكيد طبعًا. الشركة الثانية قالت والله إحنا جربناك شهر ما استفدنا. ما عجبت. بس أنا سألت السؤال هذا لأن بالفعل في شركات مثلًا عندهم موظفين مميزين، الشرط إنك مجرد ما تستقيل سنتين ما راح تشتغل أي مكان. طيب عشان اتصالات بدأت دكتور أبي أفتحها وما شاء الله تويتر، وطبعًا حبدأ اليوم أيضًا الحقيقة SMS اللي راح يدزون SMS اسمهم أو مشكلتهم راح أقرأها دايركت. نعم. الشركة صارت مخالفة من موظف والشركة استدعت هالعامل علشان انها تحقق معاه. نعم. في المخالفة اللي ارتكبها، لكن الموظف مرضى رفض انه يروح للتحقيق. هنا ايش اللي راح يصير؟ معلش انا ارى بالذات لو كان مظلوم وجايبين شهود عليه يعني الموظف هذا اللي ما راح للتحقيق، يعني انا ماني عارف ايش اقول له. يعني على جنبه، يعني يكون تصرفه غبي جدا. انت المفروض انك تروح تظهر اقوالك ودفوعك. بالضبط، لازم تروح. طيب لو ما راح ايش يصير؟ الشركه حتقوم بارسال الاستدعاء على العنوان البريدي حقه. اذا ما حضر الشركه ايش حتطبق عليه؟ حتطبق عليه عقوبه المخالف اللي محققون معاه فيها. طيب ويعد عدم حضوره تنازل منه عن ابداء اقواله. يعني تخيل الخطوره فين. بالضبط. يعني في بعض الناس يقول لك انا ماني حاضر التحقيق. يا اخي هذه فرصتك، احضر وقول في التحقيق اللي تبغى تقوله، أنفي اللي صار. جميل. الشيء الآخر ممكن تصل عقوبة عدم الحضور للتحقيق إلى الفصل.
لانه هذا يحق لهم انهم يفصلونه، لانه هذا امر مشروع صادر من رب العمل. انا بطلب في الدوام نجي بنحقق، افرض يبن حقك في مشكله ضخمه حصلت في الشركه بالضبط، وهذا متغيب او ما يحضر للتحقيق، بل انه في موظفين بيستدعونهم للتحقيق يقولوا تعالوا حققوا معنا في المكتب، احنا جايين. تصير هذا في لجنه يعني، او يعني ترى انا بقول لهم ترى اللي بتسوونه غلط، الشركه وقتها حتكون اللجنه منعقده، هيفتحون المحضر، ما جيتم بعد ساعه هيقفلوا المحضر، حيوقعوا الجزاء. انا اقول لك دكتور شغله عشان ابدا الاتصالات ان شاء الله بتاخذها فدوى عشان اعطيهم بس المجال. طيب انا مثلا صارت مشكله مثل ما قلت، الموظف ما رضى يروح، ليش؟ السبب انه مثلا ملبسين التهمه دكتور طارق، لابسها الشهود يعني متفقين مع الجسم المدراء. لحظه خليني اكمل الكلام. طيب. النقطه اللي ابغى اوصلها انزين، وملبسين التهمه وخلاص وانا بريء، هل يحق لي في الموقف هذا اني اجيب محامي؟ لا، انه يحضر معه داخل الشركه لا. ليش؟ لا ما يحضر، لانه هذه علاقه عماليه. المحامي ممكن يحضر معه لما تروح المحكمه، تروح الهيئه الابتدائيه. طب يحق لي ارفع المحكمه طبعا الشركة؟ يعني هم اذا صدروا عليه القرار او الجزاء هذا وهو معترض يتظلم داخل الشركه، اول شيء اول اسبوع اوكي ما جاوبوا معاه، يتقدم لمكتب العمل. سمعتوا؟ يلا هذا هي يعني، يقدم لمكتب العمل ويبين فيها انه انا تعرضت للظلم في الجزئيه دي وما اخذت حقي. حلو جميل. في الشركة برضو عليها رقابة من الجهات الحكومية. حلو. ما هي الحاكم بأمره في هذا الباب يعني. يعني أي شخص انظلم بقضية ما يقول خلاص رح حقي، لا قالكم دكتور طارق ممكن تروح ترفع قضية على الشركة ويتم يعيدون يحققوا معهم دكتور. ها بالضبط. نعم يلا نبدأ نأخذ الاتصالات. ما شاء الله تبارك الله. عبد الكريم سعد مساك. ألو أخوي عبد الكريم. نأخذ علي. ألو. نعم حياك الله يا علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي استفسار بس للدكتور. أنا موظف في أحد الإدارات الحكومية تحت بند التشغيل الذاتي. نعم. اللي هم أنتم بيطبق عليكم نظام العمل. بالضبط، اللي نرجع مكتب العمل من جهتنا ما هو الخدمة المدنية. مفهوم. أنا بسأل بس الدكتور، أنا تقريبا لي تقريبا 5 سنوات تحت وظيفة إدارية بمؤهل دبلوم. نعم. السؤال الدكتور، إن كل سنة يصير معانا تجديد عقد. نعم. يعني خلصت بداية السنة يكتبون لي في العقد أن بداية أن تجديد العقد الموظف من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا سنويا. نعم. فهل يحق للمنشأة أنها بعد نهاية العقد أنها ما تجدد لي؟ هل في أمان وظيفي في الموضوع هذا؟ طيب نعم. أنا بقول لك هذا الشيء الآن بالنسبة للعقد هذا، أنه الآن أنت لك 5 سنين. 5 سنوات. نعم. 5 سنين وكل مرة بتوقع عقد من أول وجديد صح؟ لا، اول سنتين وقعت عقد، بعد كده يطلع قرار اداري ان يبدا العقد في تاريخ وينتهي بتاريخ بدون ما اوقع. اذا انت ما بتوقع بيحصل التجديد بشكل اوتوماتيكي. تمام. يعني الناس لا تتوقف هل حنجدد ولا لا. في الحاله هذه يصير عقدك غير محدد المده. غير محدد. بس دكتور خليك معي الله يحفظك، وفقا للماده 55 الفقره باء. تمام. إذا أنت بتسوي عقد كل مرة لا، حيظل عقدك مستمر إلى نهاية إلى نهايته، وإذا جدد حتسوي عقد وتستمر للمدة المجددة، وإذا تعمل عقد آخر كل مرة حتمشي على نهاية العقد اللي أنت موقعه. لكن إنه بيطلع قرار تجديد أوتوماتيكي على العقد الأول، أنت كذا تكون دخلت في الفقرة باء من المادة 55، وبالتالي عقدك يكون غير محدد المدة. نعم شكرا لك يا علي. يعطيك العافية. ناخذ أخونا فهد. أبدأ عشان أبدأ. يا هلا يا فهد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي. أنا موظف في شركة متقاولة مع قطاع عام. نعم. أوكي، قطاع حكومي. طبعا الشركة قالوا لنا أنتم طبعا تابعين لأي أنظمة تحت القطاع الحكومي. أوكي. طبعا جينا في العيد اللي راح، قطاع الحكومي أجز قبل العيد بأسبوع، أجزنا معاهم. نعم. وبعد العيد أسبوع أجزنا برضه معهم ودوامنا مع القطاع الحكومي. نعم. فأجانا أن هم خاصمين الأسبوع اللي قبل العيد واللي بعد العيد من الراتب. ليه؟ شايف خاصمين، يقول إحنا في الناس وفي خطبات الشركات المقاولة في القطاع الحكومي مدومين إلين قبل إلين ليلة العيد خلاص، وبعد العيد بثلاث أيام فقط يداوم. طيب هل وصلكم يا أخوي فهد؟ هل وصلكم؟ لا إذا ما وصلكم يا أخي وهم مبلغينكم أنكم أمشوا مع الدولة في الإجازات وما بلغوكم بغير الكلام ده،
لا الخصم هذا غير صحيح ومن حقك انك تطلب المبلغ هذا من عنده. نعم شكرا لك يا فهد. رح نطلع فاصل سريع مستمعينا الكرام، لكن رح نرجع نواصل معاكم ومع المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق الابراهيم. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. كل اللي حابين يتشاركوا معي في موضوع اليوم عن التحقيق العمالي بين التعسف والعصيان، كل اللي عليكم بس انكم تطرحون اسئلتكم واستفساراتكم عبر ارقامنا اللي راح اقولها طبعا، والاولويه مثل كل مره راح اقول لكم طبعا راح تكون عبر الاس ام اس مشتركين الاس تي سي على 847700. يدزوا لي اسماءكم او مشاركاتكم اس تي سي 847700، موبايلي 640660 زين 7462622، السي سي 847700، موبايلي 640660 زين 746262. يلا ناخذه الاتصال معنا ناصر، هذا دازن اسمه. السلام عليكم. يا هلا حياك الله يا ناصر، كيف حالكم؟ تمام الحمد. ممكن اكلم الاستاذ؟ تفضل اخوي ناصر. كيف حالك استاذ؟ استاذ انا كنت الكلام هذا قبل 7 سنين، كنت نعم. موظف في شركه نعم. في مكه عندنا هنا شركه مقاولات. طيب ففترة بعد فترة كده على نهاية السنة الأخيرة صارت يعني صار تفلس في الشركة. نعم. فلست الشركة وقفلت. نعم. وخرجوا نص الموظفين. طيب. أنا خرجت من الشركة وكان باقي لي رواتب حق 9 شهور أو 7 شهور. نعم. ما أخذتها. طيب. وغير كده أنا كنت وكيل الشركة الشرعي. نعم. فبعد كده فترة الشركة قفلت. نحن عارفين مدير الشركة فين راح، مسؤولين فين راحوا، الله أعلم. طيب. في هذه الحالة فين أروح؟ طيب. رحت لمكتب العمل، اللي عرفت إنه مكتب العمل السيستم حقهم قفلوه. لا أنا بقول لك على شيء. دحين أنت دحين عدينا 7 سنين. دحين إذا انتهت العلاقة بين الأطراف حسب المادة 222 من نظام العمل، مكتب العمل ما عاد يقبل أي دعوة. حلو. طيب. هي معك. أي الآن طيب حتقيم الدعوة فين؟ حتقيم الدعوة في المحكمة العامة، تطلب فيها بأجورك المتأخرة. بس لاحظ معايا، هل الشركة أعلنت التفليسة ولا لا؟ إذا الشركة ما أعلن فلاسة، خلاص أنت تقيم الدعوة، تروح المحكمة تقول أنا لي أجور متأخرة بهذا المقدار، والمحكمة تعالج مسألة الأجور المتأخرة بس مو كل الحقوق. نعم. الحقوق العملية الباقية تعالجها مكتب العمل، فأنت توجه للمحكمة وتتخذ فيها الإجراءات وتقدم على الدعوة. بس المشكلة بس مهندس أو دكتور أنا ما عارف فين موقعهم، يعني لا مو هو أنت لما تتقدم للمحكمة تقول لهم الجماعة دول كانوا في عنوان آخر عنوان لهم هذا هو، وبعد كذا مختم يعني ماني محصلهم. نعم. المحكمة عندها إجراءات يا أخوي ناصر في نظام المرافعات. حلو. بيكتبوا للبحث الجنائي هم إذا يعني لهم إجراءات تتخذها المحكمة. نعم. فلا تقلق على الجزئية. نعم. أيضا حبدا في الاسمس، أنا أحمد من الرياض، طبيب قطاع خاص وإدارتي تفرض علي دوام 9 ساعات شفت واحد، إيش العمل؟ 9 ساعات إذا يتخللها يتخللها ساعة 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 الراحة، فهذه 9 ساعات، هذه 8 ساعات. 8 ساعات. يعني في بعض الناس يجي يقول أنا داوم من الساعة 8 للساعة 4، هذه 9 ساعات. حلو. أي بس لا تنسى إن فيها ساعة راحة، والساعة دي مي محسوبة من وقت العمل. حلو. هل يجوز للشركة الكبرى أن تجبر المستقيلين لإعطاء مدة إنذار 3 شهور؟ أنا هذا كمان السؤال هنا غريب. في بعض الموظفين يروح مكتب العمل يشتكي، أقول له أنت مستقيل، يقول لي بس أجبروني على استقالك. أبتسأل سؤال واحد. كيف إنسان عاقل بالغ حر رشيد يجبر؟ ما في حاجة اسمها يجبرني على الاستقالة. أنا لما أقدم الاستقالة معناتي قدمتها بكامل إرادتي. فما في حد يقدر يجبر أحد. والله هددوني إنهم حيفصلوني. طب خليهم يفصلوني. عارفة؟ يعني نعم. يعني الفكرة ما فيها إنه ما يعني الإكراه عندنا في الشريعة وفي القانون، الإكراه الملجئ اللي هو نعم. إنني لا أملك إني أقول لا، يعني واحد بسلاح على رأسي يا توقع يعني هذا الإكراه. هذا الإكراه. ويجب إنه في حالة الإكراه إني أتقدم للشرطة خلال 24 ساعة عشان أثبت واقعة الإكراه. حلو. مو أجي بعد 7 شهور أو بعد سنة أقول والله أكرهوني أقدم الخطاب. المفروض وقتها. طيب هاني تحايلت علي الشركة وأنهوا خدماتي بطريقة تعسفية. إذا أنهوا مو إحنا نرجع للتحقيق، هل حققوا معك؟ ما مو كاتب. أي مو حاطط هو. إذا كان ألا يعني يستغنوا عنك بطريقة تعسفية، أنت من حقك تروح لمكتب العمل. ولكن أنا أقول لك أسأل فيها المحامي أو أسأل قانونيين قبل ما تقول إنه تعسف ولا لا، لأنه في بعض الناس يرون العقاب تعسف اللي حصل عليهم بينما هو مو تعسف. أنا بشير الجزئية هامة، أحيانا في شركات تستغني عن الموظفين بسبب الخسائر اللي عندها،
يعني الشركة عندها تآكل في رأس المال يحق لها في هالحالة. هذه الحالة اللي تتيح العمالة ترى سعودي أو غير سعودي الكل بيتسرح وقتها عدد معين لما يمكن إنقاذ الشركة. حلو. طيب في يمكن تويت لفتت نظرنا حقت أخوي فواز الزهراني، يسعد مساك وتحياتي لكل زملائك في العمل. على فكرة أخوي فواز ترى قول لهم يعني يمينة بتقول ترى في واحدة اسمها فوزية الزهراني بعد مو بس أنت. يقول دكتور في شخص أخذ انذار بسبب أمر من رئيسه ورئيسه ما جه ولا شيء. أيوة هذا برضو هذا جزء مرة هام مرة السؤال هذا هام. كيف الرئيس يأمر الموظف بارتكاب مخالفة، الموظف يرتكب المخالفة، لما يجي يحققون الرئيس يقول أنا ما لا أعرفه ولا قلت له، هو سواها من رأسه. حلو. طيب إذن في الحالة دي أنت يا موظف لما يجيك أمر من رئيسك بارتكاب أمر أنت تعرف أنه هو مخالفة، إذن قل للرئيس أنه يوجهك به، أنه الرئيس أنه يوجهك خطيا فيه، عندك إثبات أنه الرئيس أمرك بهذا الشيء. بس لو كانت المخالفة كمان كبيرة ترى حتى لو أمر الرئيس لا يعفي، يعني بمعنى يقول الرئيس أنت يا أمين الصندوق عفوا صحة أعطيني 100,000 ريال من العهد اللي عندك أنا أبغاها للبيت، ما يعطيه حتى لو وجه له أمر بكذا حتى لو كان أمر مكتوب. نعم. فإذا أثبت أنه رئيسك هو اللي يكلفك بهذه المخالفة وهو حيتجازف. حلو. اللي حابين يشاركوا معنا في موضوع اليوم اللي بنتكلم فيه عن التحقيق العمالي بين التعسف والعصيان STC، دزوا لي اسماءكم او مشاركتكم راح اقراها دايركت على الدكتور طارق المحامي المستشار القانوني الدكتور طارق الابراهيم. STC راح تكونون على 84770 موبايلي 64660 زين 746262. دكتور وصلني SMS بيقول اختي بتعمل بمستشفى اهلي بدون موافقتي وانا ولي امرها بعد وفاة الوالد الله يرحمه، هل يحق لها العمل بدون موافقتي وما هو الاجراء مع المستشفى؟ والله يا اخي اول شيء عقود العمل ينبغي ان نفهم حاجه واحده ان هي ما بين رب العمل والعامل. فاذا كان الانسان بيعمل وفي بيئه صحيه وصحيحه هذا ما في مشكلة، إذا كان لأنه عملية أنه ولي الأمر كانت مطلوبة في فترة من الفترات لمهن معينة. تمام. لا. لكن القطاع الصحي بيعملون النساء فيه من زمان سواء في الدولة أو في القطاع الخاص. هو شكل بان واضح إحنا في خلاف بينه وبين أختي. تمام. فأنا بتكلم بقول أنه العمل نفسه يجب أن احنا نكون حريصين في الناحية دي، ترى العمل هو حق الناس حتى تستطيع أن توفر لقمة العيش. صحيح. حتى يقدر يعيش ويصرف على الأسرة اللي عنده. نعم. نأخذ محمد. ألو السلام عليكم. يا هلا عليكم السلام، حياك الله أخوي محمد، تفضل. عندي استفسار بس لو سمحت أكلم المحامي. تفضل أخوي محمد. أنا موظف قطاع خاص. نعم. وعندي العقد يجيني كل نهاية سنة تجديد. نعم. إذا كان كل نهاية سنة يعني ما جاني العقد يقدر صاحب رب العمل ينهي العقد؟ أنا سبحان الله كان في واحد من الأخوان اللي هو الأخ علي في الأول بيسأل نفس السؤال. انا بقول لك يعني اخوي خليك معي شوف الان عقد العمل، اعيد الجزئيه دي مره ثانيه، عقد العمل اذا كان محدد المده واصبح يتجدد تلقائيا اذا تجاوز 3 سنين المده الاجماليه او تجدد العقد بعد مدته الاصليه مرتين ايهما اقل يصبح العقد غير محدد المده. حلو. هذا وفقا للماده 55 الفقره باء. طيب لكن اذا كنا بنسوي عقد عمل كل مره يعني جينا ننتهي السنه هذه تعال يا أخوي محمد يلا هذا عقد عمل جديد، إذا إحنا ماشيين على عقود عمل محددة المدة. نعم. فيكون العقد محدد المدة. على فكرة جزئية الأمان الوظيفي إحنا بنتكلم فيها بشكل عام، ترى في كثير من الدول في الخارج حتى العمل في الدولة بعقود محددة المدة. نعم. يعني في كثير منها حتى بالوظائف الحكومية. طيب. نعم. ناخذ مشاركة دكتور. يلا ناخذ هاني. ألو. نعم يسعد مساك، تفضل أخوي هاني. اقدر اكلم المحامي معاه. تفضل. انا كنت موظف قطاع خاص. نعم. واشتغلت مع الشركه هذه تقريبا 6 سنوات. نعم. ال6 سنوات يعني ما قد اخذت لا اختبار ولا كان عندي لفت نظر ولا عندي اي مشكله يعني. فاخر فتره كانت الشركه بتقلص اعداد الموظفين في الاداره. نعم. فبعد فتره كده يعني قبل لا ينهوا خدماتي ب3 شهور. نعم. حاولوا انهم يضايقون يعني شالوا مني مهام وسووا علي مثلا انه خصومات من الراتب وشالوا البدلات. فما يقولي ضايقت انا في الفتره هم كانوا بيحاولوا انهم ايش يطفشوني من العمل بالضبط. ف
فأنا ما كنت يعني ما كنت بالي يعني ما كان عندي مشكلة، كنت في عملي وما عندي أي إشكالية فيه. طيب إيش اللي حصل في الأخير؟ برغم الضغوطات هم مسوينها معي. نعم. فبعد فترة جاني مدير الشؤون الإدارية وبلغني إنه الشركة ما لها رغبة إنها تكمل معايا، وقال لي الشركة عقدها حينتهي، هي شركة متعاقدة. نعم. وعقدها حينتهي تقريبا كان في تاريخ 2014 يوم 15/4. نعم. قال لي بعدها الشركة إذا ما حتجدد عقدها وأنتوا الموظفين معظمهم شايفوا أنت مشيوا، خلاص نسوي لك إنهاء خدمات ونعطيك مثلا مبلغ. نعم. إلى مدة نهاية عقدي. نهاية عقدي كان ينتهي في يوم. طبعا أنا عندي السؤال حقك، العقد حقك كأنك أنت بتسوي عقد بنهاية كل سنة أو كل سنتين؟ لا لا لا، عقدي من يوم ما توظفت أنا على نفس العقد. طيب أوكي. طيب إيش اللي صار؟ سؤالك حسين. أعطينا السؤال لأن الوقت بيدهمنا يا أخوي. بعد كده هم أعطوني إنهاء. أنا سؤال بعرف هل لي حق إن أنا قدمت شكوى في مكتب العمل؟ نعم. أفضوني شيء، قالوا أنت مالك حاجة يعني. يعني طلع القرار من مكتب العمل بأنك أنت ما تستحق. لأن أنا وقعت على إنهاء الخدمات. استحقاتي. طيب. إذن لحظة خلاص، إذن أستاذ هاني. شكراً. الآن هذه القضية بنجدها كثير في مكتب العمل. يجي واحد يشتكي هو قد وقع على المخالصة، وقع على إنهاء الخدمة، وقع على استلام المستخلصات، ويجي يقول لك لأن لي حق. يجب أن يعلم إنه تنازله لا رجعة فيه. طب بس ساعة الشركة تجبره. جينا نفس النقطة، جبره كيف؟ أي جبره كيف؟ ما في حد بيجبر أحد. يعني ما في حد. إذا ما وقع معلش دكتور طارق، إذا ما وقع بإنهاء خدمات وحنعمل لك عقد جديد مثلاً براتب أقل بيطفشونه. طيب إذا ما وقع حيفلون. طيب في الحالتين هو حيروح لمكتب العمل، يروح وهو عنده كامل الحق، واللي يروح هو ما عنده ولا حق. والله يروح هو كامل الحق. طيب. يعني بس هم يبون يخسرون وظائفهم يعني عشان. لا أنا في وصلنا للمرحلة الآن يعني اللي بيحصل إنه واحد يقول كابا استلم المستحقات، يستلم المستحقات يوقع مخالصة كاملة بعدين يروح يشتكي، ما تصير هذه. أنت بعد ما توقع المخالصة خلاص انتهينا. حلو. طيب احنا حنطلع فاصل سريع مرة ثانية دكتور، خلينا نريحك شوي دكتور طارق، لكن خليني ايضا انا على السريع اشكر كل اللي تواصلوا معي في حلقة اليوم عبر تويتر واللي قاعدين يرتويتوا لطاقات بلا حدود. موضوعنا اليوم جدا مهم، التحقيق العمالي بين التعسف والعصيان. هادي الواصلي، all people equal شموسة، وايضا محمد العلواني، وبدر البدور، احمد عمورة، عبد الله الضامر، موسى البلوشي، وينوير، وأي العمودي، وعلي أندرسكوربي أندرسكور 7، بندر جفري اتحادي 87، وأيضا باسم ومودي النمر، عبد الله آغا، يوسف الجديبي، خالد الجبري، راجح الحربي، فهد القرشي الخاطر، وأيضا ودى غزاوي، ورؤية نورة، حمود العمري، m.sa. كلكم تسلمي مناكم على رتويت الحلقة اليوم منطقات بلا حدود. اللي حابين يشاركون معي عبر الاسمس رح نبدأ أيضا ناخذها STC على 84770 موبايلي 640660 زين 746262. فاصل ورح نرجع نواصل. طاقات بلا حدود مع أمينة العبد الله. موضوعنا اليوم بنتكلم فيه عن التحقيق العمالي بين التعسف والعصيان. إذا كنتوا تعرضتوا لهذه الشغلة وحابين تطرحون أي سؤال أو استفسار سوا بهالشغلة هذه، أو عندكم أي مشكلة مهنية أو في حياتكم حابين تطرحونها على المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق حمود الإبراهيم، شاركونا على أرقامنا التالية، دزولي اسمكم أو مشاركتكم عبر الاسمس مشتركين الاستيسي، احنا دوما بانتظاركم على 84770، وبالنسبة للمشتركين موبايلي 640660 زين 746262، تويتر على @FLFFM، وعلى أيضا أكاونت دكتور طارق THI1392 صح؟ صح ما شاء الله. وعلى اتمين العبد الله A3M4E، واكيد الدكتور طارق اللي ما قدرنا ناخذ. انا يعني اعتذر على في تويتر ما قريت تغريداتكم، لكن اكيد دكتور طارق وقت ما تسمح له الفرصه رح انا اليوم عليكم. ان شاء الله كل اللي يرسلوا اليوم يرد عليهم الاربعاء. نعم ان شاء الله هو يوم الصلاه المفتوح ان شاء الله. خلينا نروح لبعض الاشخاص اللي دزونا اسماءهم. اخوي سلطان العنزي. سلطان الله يسعدك يا ابوي ان شاء الله، انت والدكتور قولي امين. اللهم امين واسعد من قال يا رب. هلا بك ابوي تفضل. الله يعافيك. السؤال دكتور. تفضل استاذ. انا سواق، طبعا سواق نقل ثقيل. نعم. احنا الله يوفقك. حادث مضى عليها اكثر من شهر، حققوا معي، وقفوني عن العمل وحققوا ورجعت للعمل، طبعا بدون اي خطاب ايقاف عن العمل او خطاب اعاده للعمل. نعم. داومت
بعد ما مضى على الحادث أكثر من شهرين تقريبا. نعم. وصلت بسبب الحادث اللي صار. نعم. الحادث الأول. الحادث قبل ما أداوم أنا كتبت تعهد. نعم. إنه تعهد التزام والكلام هذا. على أساس إني راجع العمل وداومت. بعدها أكثر من شهرين افصلوني بسبب الحادث. التعهد اللي أنا كتبته. السؤال الله يعافيك يحق لهم يحملوني تكاليف السيارة؟ هذا لا. أول شيء. لا أو أنا في عندي سؤال، الشركة هذه شركة نقل ثقيل صح؟ نعم. وأنت موظف في الشركة دي، المفروض إنه السيارات كلها مؤمن عليها أصلاً. صح. صحيح هي مؤمن عليها. طيب إذا هم ما مستثنى من التأمين إنه في حال كان الحادث السيارات كلبوها نفس المالك. إحنا نطلع حملة، تطلع حملة السيارات مع بعض نفس السيارة في الشركة. 12-13 سيارة يطلعين الرحلة مع بعضهم. نعم. الحادث كان بين سيارات الشركة، التأمين يستثني إذا كان المالك نفس الشخص يستثني من التأمين. نعم. طيب أنا أنا أنا, أنا بقول أنا بقول لك على شيء يا أخوي سلطان، سمى الله عدوك. الآن لما يجي المرور قدر المخالفة عليك، قدر المخالفة بكم؟ 100% عليك أنت. إي نعم. إي نعم. والشركة الآن طلعت من المرور، المرور قبل التأمين. قبل التأمين حقك ولا حقهم؟ لا حقي أنا، لأنه المرور ما قرأ على العقد إنه مكتوب يستثنى منها إذا كانت المالك نفس الشخص. أي نعم. بس أنت الآن سائق وموظف السيارة مي ملكك صح؟ إي لا مي ملكي. إذا خلاص، إذا المفروض في الحالة دي إنه التأمين يلتزم بتسديد المبلغ. نعم. هذا واحد. وبالنسبة لك أنت لك حق تسألهم متى قفلتم التحقيق. إذا ما بين قفل التحقيق وفصلك أكثر من شهر فإجراءهم الفصل اللي اتخذوه في حقك إجراء باطل. حلو، يلا الله يقوي. آخر 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 تفضل. حاجة سويتها أنا التعهد، يوم جيت أرجع قبل ما أرجع للعمل عطوني التعهد التزم بالنظام ومن الكلام هذا، ومن ضمنها طبعا ابتزاز أنا علمك، لكن كنت مجبور يعني يا أنفصل أو أني أوقع عليها. من ضمنها بعد بنود الالتزام والتعليمات والكلام هذا حاطين اني اضطر بتسديد شو اسمه بناء على اقراري بتحمل تكاليف الحادث. لا اذا هذا انت مقر طول بالك، انت ما انت موقع. أيوة. يا اخو يا اخوي الشرط الاخير بالتعهد مبني على اقرار. طيب بناء على اقراري. ايه اذا في الحاله دي يا اخوي سلطان انت اللي ملتزم امامهم بهذا الشيء. بس انت الان لو طالبوك ابرز لهم التامين. هذا نعم. هذا اللي انا اقدر اقوله، هذا الوحيد اللي هذا الحل إيه الوحيد اللي عنده. نعم. الوقت بدا يداهمنا، سريع ناخذ باسم. السلام عليكم. يا هلا حياك الله يا باسم، تفضل اخوي سؤالك. يا محامي انا انسجنت تقريبا، انا في قطاع خاص تقريبا توقفت لمده 7 ايام على ضمن التحقيق. نعم. فلما رجعت للعمل حصلت خطاب فصل، فوريت من الاوراق اللي معايا فرجعوني للعمل، خصموا علي اللي هي كامله ايام غياب اللي انا غبتها. خليك معي. سؤال التوقيف هذا كان بسبب العمل ولا انت موقف لدى جهه حكوميه؟ لا انا موقف لدى جهه حكوميه. اي نعم. طيب هم في الحاله دي انت يعني ما اشتغلت عندهم، كيف يدفعون الاجر؟ طيب انا موقف يعني على ضمن قضيه، يعني هذا الشيء انا أنا, أنا, عن... أنا, يعني. انا معك، وهذا الشيء خارج عن ارادتك، لكن هم في الجانب الآخر الشيء الوحيد اللي الشركة والمنشأة بتتحمله وبتدفعه يا أخوي باسم الإجازة المرضية. نعم. يعني واحد امتنع عن العمل بحجة المرض، هذه الشركة تتحمله والنظام تتكلم فيه. لكن خليك معي أخوي باسم، لكن الإيقاف لدى الجهة الحكومية، قد واحد يتم إيقافه لدى الجهة الحكومية بسبب دين أو بسبب قطعي الشارة أو بسبب يعني هم يقول لك أنا ما لي علاقة في ما يحصل من توقيف الأشخاص لدى الجهات الحكومية، أنا بخصم المبلغ حق الغياب، باستثناء حالة وحيدة إذا كان إيقافه لدى الجهة الحكومية بسبب العمل. بسبب العمل. إيه. يلا أريحك بس أقل من دقيقة، اللي حابين يشاركون معي عبر الاسمس يلا دزوا لي أسئلتكم استفساراتكم سواء في موضوع اليوم عن التحقيق العمالي بين التعسف والعصيان عبر الاسمس مشتركين STC على 84770 STC 84770 موبايلي 640660 موبايلي 640660 زين 746262 زين 746262. يلا رح نبدأ بالاسمس. دكتور
السلام عليكم، أنا مقيم بالرياض وموظف في قطاع خاص وفي وكالة دعاية وإعلان، وأنا على كفالتهم، ولكن ما يعطوني الراتب الشهر في السنة وليس موفرين. هذا اللي وصلني. موفرين إيش؟ ماني فاهم السؤال. طيب أنا مقيم بالرياض وموظف في قطاع خاص في وكالة دعاية وإعلان، وأنا على كفالتهم، ولكن لا يعطوني راتب شهر في السنة. ما يعني في شهر من الأشهر ما يعطونه هو؟ بالضبط. أي نعم. لا، من حقه. كيف ما يعطونه؟ من حقه. إذا كان من حقه العقد حقه سنوي ومستمر. هذا شيء من حقه طبعًا، ما فيها كلام. طيب حبيت أستفسر، هل يجوز للمنشأة تحويل عقد الموظف من عقد غير محدد المدة إلى عقد محدد المدة؟ أخوكم فهد. بموافقة العامل. بموافقة العامل. أنا موظف بند تشغيل وصيانة، وتم نقلي من قسم لقسم آخر، وتخصص عملي يتنافى مع تخصصي حسب الشهادات اللي أحملها. لا، خلينا نشوف الوظيفة اللي أنت متعين عليها. إذا العمل هذا مثل الوظيفة اللي أنت عليها أو مشابه له، يعني إذا ما عندنا مشكلة. على سبيل المثال، يعني واحد كان يعمل سكرتير في الموارد البشرية، نقول له سكرتير في المصنع، ترى العمل هو. أو أنه كان يعمل سكرتير في الموارد البشرية، ونقول له مساعد إداري في الإدارة العامة، ما فيها شيء، لأن هذه وظائف تتشابه. لكن واحد مهندس صناعي مسؤول عن المصفاة، جايبين وقالوا خلاص انت تشتغل كمعقب، هذا عمل اختلف جوهريا. نعم. وحطه في المبيعات. اخوي لي داز، انا اعمل في بنك وحصل لي غياب بعذر، وكل مره اغيب يوم بعذر احصل على ما وصلني الاسم كامل عشان اقدر اقرا للدكتور، ممكن ترسل لي مره ثانيه. انا اعرف ايش اللي يتوقع هو. أه. عندي هو يجي يجيب لهم عذر طبي، والشركه او المنشاه ما تقبله، تقول احنا ما نقبله. طبعا هذا يحق للمنشاه وما يحق لها. يحق للمنشاه اذا اشترطت في لائحتها انه الشهاده الطبيه تصدر من جهه طبيه متعامله معها. حلو. طيب اسعد الله مساكم، انا في شركه كبيره في المملكه تمنعني من تغيير مسماي الوظيفي بعد تعديله على النظام، بحكم اني تخصص موارد بشريه والشركه موظفينها في الدرجه العليا للملاك. والله ماني فاهم. انا ماني فاهم. هو بيقول بيشتغل في شركه كبيره بالمملكه تمنعني من تغيير مسمى الوظيفي بعد تعديله، ما هم راضين يغيروا له المسمى الوظيفي. يقول على النظام بحكم اني تخصص موارد بشريه والشركه موظفينها في الدرجات العليا، اللي يعني في المناصب ماسكين في الدرجه الاولى من الملاك للشركه. ايش اسوي في هذه الحاله؟ هو اذا كان يعني هم غيروا الوظيفه ومحافظين على وصف وظيفي معين او اسم وظيفه معين، هذا من حقهم. يعني الشركة ما بتقرر الأسماء الوظيفية اللي بتمنحها صحة عفوا، وبتحدد الأجور والراتب وكل الترقيات، هذا حق مطلق لها، يعني ما حد يقدر يتكلم. حلو. خالد من جدة، أنا موقع عقد منتهي بتوظيف وخلصت التدريب، والحين متوظف بمسمى أشتغل بوزارات موظف بوزارات موظفين آخرين، ولا بوزارات بوزارات موظفين آخرين، لا وقرابة 6 أشهر، أقدر أرفع شكوى ولا؟ طب هذه مصيبة. ولا لا، إيش أسوي؟ هذه مشكلة. يعني الناس مستسهلة بالأمر هذا. أه. ترى إني استخدم يوزر حق شخص ثاني، ترى هذا توقيع إلكتروني عنه. أوكي. المفروض إنه ما يطلب يقول لي أوفروا لي اليوزر عشان أشتغل، ولا ماني شغال. حلو. طب هل يجوز لنظام التشغيل الذاتي إجبار الموظف للتنازل من مهندس إلى مشرف وتغيير راتبه الشهري، علما إجباره على التوقيع على هذا التنازل قبل 3 شهور من توقيع العقد الرسمي؟ لا. هذا المفروض انه اذا كان داخل نطاق العمل فاحب اقول له ارجع للماده 8 اللي هي يبطل كل شرط او تنازل او مصالحه اثناء سرين عقد العمل ما لم يكن اكثر مصلحه للعامل. حلو. كيف اقدر امنع الاجازات المرضيه علما باني مسؤول عن مجموعه من الفنيين في مستشفى حكومي؟ بسيطه للغايه. هذا موظف، لا هذا بيتبع ديوان الخدمه. لكن انا ممكن اجاوبه لو كان في القطاع الخاص. كيف يحد من الاجازات المرضيه؟ أيوة. في حل بسيط، حط في اللائحه عندك، حط في اللائحه انه لا تقبل، اللي يعدلها من وزاره العمل. اكتب فيها انه لا تقبل الاجازات المرضيه الا من خلال طبيب المنشاه او مستشفى معين يحدده رب العمل. حلو. وحدده واعلنه لكل الموظفين، وبالتالي بتحصر حتى لو جت لك من مستشفى حكومي ما تقبلها. حتى لو مستشفى حكومي ما تقبلها. للأسف لوك اتداهمنا. أنا جدا شاكرة تواجدك معايا دكتور طارق. شكرا لك كل المستمعين. يعطيك ألف عافية. أشكر كل أيضا اللي تواصلوا معايا عبر الاسمسز وعبر مشاركاتكم على صفحتنا بتويتر على @lffm و @thi1392 @aminalabdallah A3M4E. وشكرا اللي تواصلوا معايا أيضا عبر خط هاتفنا، وأيضا فدو قاعد تقولي بسرعة خلصي يلا، وفدو أيضا بوقس من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. كنت معاكم أمينة العبدالله من خلف المايك. نطروني بكرة في نفس الحزة من الساعة 12 للساعة 1 ظهرا. فمن الله.